في اخر فيديو تكلمت فيه عن الاقتصاد في كان في لبس بقصة انه ترامب هل بده يدفع اكتر ولا اقل. ان شاء الله بهذا الفيديو راح اوضح. انا اسمي هذا هي اسمها سكاي. اذا كانت هي اول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلا خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام، بشكركم كثير على تفاعلكم مع قناتي وعلى اسئلتكم، لانه بصراحة انا كل يوم بتعلم. انا المفروض لما نزلت الفيديو اللي تكلمت فيه عن تحفيز الاقتصاد والشغلات هاي مش اخر فيديو، الفيديو اللي قبل، المفروض انا وضحت كلامي واكدته يا بفيديو او بصورة عن تقرير بشي يخليكم حتى ما تضطروا تسألوا وتكون الامور واضحة. لكن انا كل يوم بتعلم. قبل ما احط الفيديو اللي يشرح لكم فيها نقطة انه دونالد ترامب ما بده يصرف اكثر، وانه كل كلامه كان انه بس بده يحط شيك تحفيز الاقتصاد فوق ال 500 مليار دولار اللي كانوا الجمهوريين بدهم يصرفوها. هذا المقطع هلا حنزله، لكن قبل ما انزله بتمنى تعطوا الفيديو لايك، تنشروه بين اصحابكم، هذا بيساعد القناه وبينشرها على اليوتيوب. هلا بالفيديو اللي راح تشوفوه، وزيره الاعلام في البيت الابيض جاوبت على سؤال ايش كان قصد دونالد ترامب بالتغريده اللي نزلها، انه روحوا لاكبر رقم. لما كان يحكي للجمهوريين روحوا لاكبر رقم، شو معنى الكلام؟ الفيديو هذا راح يوضح. Thanks. The president said on Twitter today that Republicans should go for a much higher number when it comes to the stimulus. What did he mean by that exactly? And has he spoken to Senator McConnell or Speaker Pelosi about what number he has in mind? Yeah, so what the president was referring to was the $500 billion bill that passed the Senate, the Phase 4 plan. That didn't include, excuse me, it did not, it got 50 votes in the Senate. It's that $500 billion skinny proposal, but it didn't include direct payments. So he wants more than the $500 billion, and he is very keen to see these direct stimulus payments. And we hope that Nancy Pelosi will work with us in good faith. There are many bipartisan proposals out there that have merit. And a clear example of where Nancy stands is that everyone wants to be in D.C., seems to want to make a deal, except Nancy Pelosi. She wants to play politics. Look at the letter she wrote condemning the Problem Solvers Group proposal. That was a $1.5 trillion plan that if the priorities were modified and made sure that there was not bailout that bailed out states that didn't have COVID-related issues, that just were blanket bailouts to blue states, that's something that we would entertain and look at. But Nancy Pelosi immediately decried that proposal in a letter because she's not interested in a deal. الفيديو واضح، الكلام واضح، ما بده شرح مني. اللي حكته انه دونالد ترامب بيشجع يكون في 300 مليار دولار فوق ال 500 مليار دولار اللي صوتوا عليها الجمهوريين وفشلت في مجلس الشيوخ. ونروح لأعلى رقم، يعني نروح لرقم 800 مليار اللي هو اقل من اللي عرضه مارك ميدوز، 1.5 تريليون. ان شاء الله بعد هذا الفيديو ما راح يكون عليكم اي لبس، وبصراحه الموضوع زي ما انا توقعته كله كذب في كذب في كذب. دونالد ترامب ما بده يوصف. هلا اللي صار انه الكونغرس بيهدد، بيحكي اذا ما راح نوصل لاتفاق شو وظيفتنا نكون موجودين هون؟ احنا كل مطلوب منا حاليا نصوت على دعم ميزانيه الحكومه وعلى خطه تحفيز اقتصاد جديده. اذا هذول الاثنين ما راح يمروا او ما راح يكملوا او واحده منهم حتكمل، ليش نضلنا موجودين؟ فحيضطروا يطلعوا اجازتهم اسبوع قبل، يعني اذا حيطلعوا يوم 2/10 حيطلعوا اسبوع قبل 2/10. وعلى فكره هذا مش بس كلام الديمقراطيين، حتى الجمهوريين نفسهم بيحكوا نفس الشيء، وهذا بناقض الكلام اللي حكته نانسي بيلوسي اول ما رجعت من اجازتها للشغل. حكت انه ما راح يطلعوا اجازتهم الا لما يوصلوا لخطه تحفيز اقتصاد جديده. حاليا الاعضاء متململين بدهم يطلعوا اذا ما كان في امل يكون في خطه، وبصراحه معاهم حق. اذا ما راح يكون في خطه لتحفيز الاقتصاد شو يقعدوا يسووا؟ ما في شيء ثاني في جدولهم، وياخذوا اجازه اطول من الاجازه اللي كانوا حياخذوها اوريدي. هلا بخصوص التشريعات الخاصه بدعم ميزانيه الحكومه، فعليا هم كانوا ناويين يعرضوا خطتهم يوم الجمعه، لكن اجلوها وحكوا راح نعرضها يوم الاثنين. يوم الاثنين اللي احنا فيه اللي هو اليوم اللي هو 21/9، وهذا كان كلام نانسي بيلوسي لبلومبرغ. وخطه دعم الميزانيه انعرضت اليوم فعلا، وزي ما كلنا عارفين انه ما راح يتفقوا عليها 100%. اللي صار انه خطه الديمقراطيين اللي كتبوها بدعموا فيها ميزانيه الحكومه ليوم 11 ديسمبر. هذا شيء تمام، الجمهوريين بدهم لديسمبر، ما في شيء اختلف. قبل الناطق باسم مكتب نانسي بيلوسي حكى انه ممكن تكون لشهر 2، لكن حاليا احنا شايفينها لشهر 12، ما في مشكله. لكن الشيء الوحيد اللي هلا ما اتفقوا عليه هي دعم المزارعين. اداره ترامب بدهم 30 مليار دولار يدعموا فيها المزارعين. خطة الديمقراطيين ما فيها هذا الشيء. البيت الأبيض بيحكي إنه المزارعين تأثروا بالكورونا فيروس. الديمقراطيين بيحكوا هذا الإشي ما راح يمر في هاي الخطة. زي ما تحكي إذا بدك تساعد ناس عشان الكورونا فيروس لازم يكون عن طريق خطة زي كيرز أكت،
احنا مررنا هيروز اكت، الجمهوريين اجوا بهيلز اكت، ممكن نيجي باكت ثانيه نساعد فيها المزارعين، ما راح نساعدهم في هاي الخطه. هلا نتكلم بالخبر النازل بقوه على الساحه، وفاه جينزبرغ. يوم الجمعة المساء ماتت القاضية في محكمة السوبريم العليا، وهي كانت واحدة من 9 قضاة، ويمكن هذا أحسن خبر نزل لترامب. هلأ هو بيقدر يعين شخص جديد يستبدل في مقعد جينزبرغ، وبعدها مجلس الشيوخ راح يصوت على هذا الشخص اللي عينه الرئيس. هون الديمقراطيين ما إلهم أي كلمة وما بيقدروا يلغوا التصويت، وأصواتهم ما إلها قيمة، ما بيقدروا يعطلوا التصويت حتى. ليش؟ لأنه هذا الموضوع قائم على التصويت، كم صوت يي كم صوت ني، إذا اليي أكتر خلص اللي عينه ترامب حيمشي. وترامب حكى أنه حيعين سيدة قاضية يملأ فيها كرسي جينزبرغ. هلأ شو المهم في هذا الموضوع؟ المهم إذا كان التصويت على هذا الشخص وقعد وكان من طرف الجمهوريين ويحمل أفكار الجمهوريين، هذا الشيء راح يساعد ترامب كثير بالقضايا الموجودة حالياً في السوبريم كورت. مثلاً السوبريم كورت حالياً عندها الأفوردبل كير أكت اللي هي أوباما كير. أمنية ترامب في حياته كلها إنه يلغي كل إشي أوباما سواه، عنده هوس ضد الرئيس الأمريكي أوباما. تقريباً ترامب نفسه يكون أوباما، من أول ما دخل السباق الرئاسي هو بيحكي رح يلغي ويستبدل أوباما كير، لكن فعلياً من أول ما مسك الرئاسة لهلا هو بحاول فقط يلغي ما يستبدله. ولهلا ما حدا بيعرف شو التأمين الصحي أو الضمان الصحي اللي بيتكلم عنه دونالد ترامب اللي بده يستبدل فيه أوباما كير، ما حدا بيعرف أي شيء، حتى بيحكوا إنه بيستبعد الناس اللي عندهم حالات صحية. هذا ملف قدام السوبريم كورت. في ملف تاني اللي هو الإجهاض. الجمهوريين نظرتهم للإجهاض إنهم ما بدهم هذا الإشي يصير، بدهم يمنعوه. الديمقراطيين بيشوفوا إنه المرأة حرة بجسمها وهي حرة تعمل إجهاض ولا لا. أنا عن نفسي ضد الإجهاض، أنا ضد الديمقراطيين في هاي الشغلة. أول شيء حرام، ثاني شيء شو ذنب البيبي؟ وهي قصة صارت معي بخصوص هذا الموضوع الإجهاض. أول ما جيت على أمريكا يمكن ما إلي أسبوع في البلد، كنت في الداون تاون في بورتلاند أوريغون ولقيت مظاهرة، دخلت معاهم وأنا مش عارف شو الموضوع، مش عارف شو بيصير. تقريبا قعدت معهم يمكن 45 دقيقة ساعة واقف مش عارف شو الموضوع، يعني شفت زحمة ناس، وطبعا ما في كان كورونا فعادي يعني. بعدين قلت أنا بدي أعرف شو الموضوع، فترجمت لافتة من اللافتات الموجودة وطلع إنهم ضد الإجهاض وشغلات زي هيك. فأول شيء سويته اختفيت من المكان، لأنه قلت يا الله تخيل أبوي يشوفني أو يعرف إني كنت في مظاهرة للإجهاض، شو دخلني؟ طبعا كنت جديد مش متعود على الحرية. وسبحان الله هلا الواحد صار عنده رأيه في هذا الموضوع وبيقدر يحكي عنه. المهم موت جينزبرغ رح يدق على كل باب في أمريكا، رح يأثر على عشرات الملايين من العوائل والأمريكان، فعشان هيك هذا الخبر سيطر تقريبا على الإعلام في الفترة الأخيرة. هلأ بخصوص حالات كورونا هون في أمريكا، أكثر من 36 ألف حالة إصابة جديدة سجلت يوم الأحد الماضي، وعدد حالات الوفاة تجاوز 220 حالة. إحنا تقريبا 500 حالة بعيدة من أنه نكمل 200 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، هذا للأسف. هذا فيديو اليوم، حبيت أن أقول لكم كل الأخبار اللي في الساحة. تقريبا ما في أخبار كثير عن خطة تحفيز الاقتصاد زي ما حكيت لكم عشان وفاة القاضية. بتمنى تعطوا هذا الفيديو لايك، تنشروه بين أصحابكم، وإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. أنا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام. مدام أنتم موجودين فبدأ أكمل لكم قصة السلاح اللي اشتريته يوم السبت الماضي. اليوم الصبح اتصلوا فيا سبورتسمان ويرهاوس وحكوا لي إنه بقدر أجي أستلم السلاح. الباك جراوند تشيك رجع وكل شيء تمام وكليرد، ما في إشي ضدي، بقدر يكون عندي سلاح. الغلطة اللي سويتها يمكن إني اشتريت السلاح في ويكند، لأنه لما صار الديلي هاد ما قدروا ياخذوا الجواب الا في اول بزنس داي اللي هو يوم الاثنين، وهذا اشي انا كنت بصراحه متوقع. لكن مدام ما علي شيء، مش فلن، ما سويت اي شيء غلط، حقوقي كامله، بقدر اشتري سلاح. فاتصلوا فيي ورحت استلمته. لكن حكولي اذا بيكون معي مثلا رخصه اني احمل السلاح تحت الثياب، بقدر اتجاوز هذه الخطوه وبستلم السلاح بسرعه، فهذا شيء يمكن اسويه في المستقبل. هون في اريزونا بتقدر تشيل السلاح تحت وعيك برا الأواعي، ما في أي مشكلة، بس الرخصة بتساعد. اشتريت أميونيشن، اشتريت رصاص للشوتجن اللي اشتريته. بصراحة أنا اشتريته لثلاث أسباب. أول شيء إنه لازم يكون الواحد عنده سلاح في أمريكا، ولازم يكون عندك شوتجن يعني جزء من المجموعة، فاشتريته. والسبب الثاني إني قدمت لصيد الحبش، حبش بري، هذا حيكون في نيكست سبرينج في الربيع القادم، فإذا طلع اسمي هي عندي الشوتجن أنا جاهز. ثالث سبب، الشوتجن يعتبر سلاح كتير كويس في حماية البيت. لو واحد دخل مش لازم to aim، you can just point، بس توجه السلاح، فهذا شيء كويس، فعشان هيك كمان اشتريته. لكن أهم شغلة اشتريتها أداة تنظيفه للسلاح. لحظة أفرجكم إياها.
السلاح هون حاطين عليه العلامة الحمراء عشان السيكوريتي لما يشوفنا على الكاميرا يعرف اني دفعت حق هذا السلاح واني بقدر اخذه واطلع بدون ما يكون في اي مشاكل. ما راح افتحه هلا، لازم اركبه وشغل زي هيك، فان شاء الله بالليل قبل ما انام. المهم هذا هو السلاح، الحمد لله استلمته. وهذا الرصاص اشتريته للتارجت، ان شاء الله بعدين بعمل فيديو عنه. 50 رصاصة $7 الباكس، فكثير كويس. لكن اهم اشي اشتريته هي اداة التنظيف هاي، بسموها الثعبان او الحيه سنيك. هذا الطرف الخشن بنحط عليه سولفنت، والطرف الاخير بنحط عليه زيت، بتدخله من الشوتجن من طرف وبتسحبه من الطرف الثاني، بنظفه وبزيته بنفس الوقت. انا عندي نفس الشيء للسلاح اللي عندي للبندقية الصيد 270، هلا اشتريت له 12 جيج. تقريبا هي تعتبر احسن طريقه لتنظيف السلاح. طبعا ما بتنظف سلاحك كل ما تطخ، يعني طخيت لك 4-5-6 رصاصات ما بتفرق، لكن لما تيجي مثلا تطخ 12 رصاصه اكثر، لا وقتها بدك تنظفه عشان تحافظ عليه. المهم حبيت اشارك هذا الشيء معاكم وافرجيكم شو بسوي، وان شاء الله في المستقبل راح افرجيكم شغلات كتير راح اسويها بالسلاح، وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي للجميع، سلام.